ربما هذا التطورات والأموال التي تصرف بالمليارات على هذا الصعود إلى القمر وإلى الكواكب الأخرى وإلى المريخ وزحل، جاءوا بهذه الأموال من خلال شعوب أخرى أخذوا خيرات يعني. وهذا هذا الجانب الآخر يعني اللي يردنا نتكلم به إلى هذا الجانب اللي يوم الفقر على مستوى البشرية. لاحظ اليوم أنت الفقراء يعني في حصيلة أطلعت عليها أنه قبل 3 سنوات أو أكثر كان 46 شخص الأغنى في العالم. الأغنى في العالم 46 شخص الأغنى في العالم يمتلكون أكثر من 3.5 مليار من سكان العالم، يعني أكثر هؤلاء يمتلكون أكثر من دخل الثروة، هم يمتلكون أكثر من 3.5 مليار اللي هم 50% الأفقر في العالم. 46 بعد 3 سنوات قالوا لا هذا العدد قل، أصبحوا 6 الأغنى في العالم يمتلكون أكثر من 3.5 مليار. هذه الحالة الفجوة الكبيرة بين الأغنياء والفقراء تدل على عدم عدالة اقتصادية كبيرة. أن هنالك حالة من الفقر، تحكم بخيراتهم وبمعيشتهم أعتقد في كل مجالات الحياة. الجانب الآخر تلاحظ أن قضية اليوم الإنفاق على السلاح، يعني البشرية لم تغادر فلسفة الحروب والقتال والقتل تجارة، وإنما اليوم أصبح القتال والقتل تجارة وسلعة يعني لبعض الدول. حتى أنه الشركات تبيع أسلحتها فهي توجد مشاكل هنا وهناك حتى تروج بضاعتها. إلى جانب هذا كليته اليوم أنه البشرية الكل يتكلم عنه هنالك حرب نووية ممكن تحصل اليوم غدا. حرب نووية معناها أنه هلاك البشرية. أين العقل الإنساني من هذا كليته؟ دليل على أنه العقل الإنساني لا زال عقل قاصر رغم التطور طبعا. بالإضافة إلى هذا أخذناه على المستوى العالمي. إذا جئنا